سلام البنات ومرحبا بكم معايا في قناتي. اليوم غادي نشارك معكم تحضيرات رمضانيه. نتمنى ان الفيديو ينال الرضا ديالكم ونتمنى هاد الاقتراحات ينفعوكم كتحضيرات لشهر رمضان الكريم. وخليكم على فيديو. خدينا صدر ديال الدجاج كيف كتلاحظوا معايا، غادي نقطعوه، غادي نقطع قطع هكا يا صغيره باش غادي نديروا القطبان. بالنسبه لهذا الصدر هذا خديناه وغسلناه بالملح والحامض باش تحيد منه هذاك الزفوره ولا هذيك الريحه ديال الدجاج. وبالنسبه للاقتراح الثاني هو شرائح ديال اللحم، حتى هما غادي ندير لهم التتبيله ديالهم مختلفه، يعني كل شكيل غادي يكون تبل بتتبيله اللي غادي تكون مختلفه على الاخرى ومذاق مختلف. بالنسبه لهذا غادي نطحنو، ندير منه كفته ديال الدجاج اللي غادي ندير بها الهامبورغر. وهذا اللي قطعته قطع صغيره خليته ما غاديش نتبلو، غادي نخليه هكا باش غادي نعمر به البريوات والسيجار. دابا غادي ندوزو باش نشرملو القطبان ديالنا، نديرو الملحة، تتبيلة مغربية تقليدية هي السكينجبير. الكمون، بالنسبة للقياسات عندكم ميزانكم على حسب القياس اللي عندكم ديال الدجاج. التحميرة، قزبر يابس، والثومة غبرة، خرقوم، غادي نديرو القزبر المعدنوس، زيت الزيتون، ونخلطو المكونات. هذا هو الشكل النهائي. بالنسبه للشرائح ديال الدجاج غادي ندير لهم تتبيله مختلفه، درت لهم سكينجبير، تحميره، خرقوم، بالنسبه لهاد شرائح اللحم يمكننا نطيبوهم في المقله ولا نعمرو بهم الطاكوس يعني خبز تورتيلا. درنا الثومه غبره، خرقوم، تحميره، قزبر يابس، ملحه شويه حيت ما يعني كلشي تغسل بالملحه، نحاولو نقصو من الملحه. والصوجه حتى هي كتكون مالحه، صلصه الصوجه، نديرو الموطارد حتى هو،
وجوج معالق كبار ديال دانون طبيعي. صافي هذه هي التتبيله اللي درنا لهاد الشرائح ديال الدجاج، حتى هما غادي نخلطهم مزيان. طبيعة الحال زيت الزيتون، بالنسبه للهامبورغر غادي ناخذوا هذاك الدجاج غادي نطحنوه، فاش غادي نكونوا كنطحنوا غادي نضيفوا له لا شابلوغ يعني الخبز المحمص، واحد معلقه كبيره ديال لا شابلوغ ونطحنوا باش غادي نحصل على الكفته ديال الدجاج، وهي باش غادي ندير الهامبورغر. هذه هي الكفته، حتى هي غادي نتبلها ندير فيها سكين جبير. المهم بغيتو ديروا الابزار ديروه، انا ما كنستعملش الابزار. ندير الثومه غبره وسكين جبير مليحه والمعدنوس. بغيتو ديروا لا تتبيله مغربيه حتى هي كتجي زوينه بتتبيله مغربيه اللي فيها الكمون والخرقوم سكين جبير تحميره ثومه زيت الزيتون باش ما كتجيش هذيك الكفته ناشفه، وديروها في الفران كتجي زوينه حتى بالتتبيله المغربيه. وهذا همبرجر يعني خليته بهذه التتبيله هذه. نبقى غادا بهذه الطريقه هذه حتى نسالي الهامبرغر ديالي ونديرو يجمد في الثلاجه، ومن بعد عاد نكلي نديرو في البواطات اللي غادي نخزن فيهم هذا الهامبرغر. هانتوما غطيتو بالسلوفان ودابا غادي ندخلو المجمد ونتلاقاو من بعد. بالنسبه للدجاج خديت 4 ديال الدجاجات، غسلتهم نقيتهم مزيان ودابا غادي ندوز باش نقطعهم. غادي ناخذ الشنوحه بوحديتهم والفخاد الصدورة. المهم انتم غادي تشوفوا معايا الطريقه. دار اللي ضيق الوقت اللي كيكون بالنسبه للسيدات اللي كيشتغلوا، حاولوا ياخذوا نهار من الوقت ديالهم يحضروا فيهم هذه الاشياء، الصراحه كتنفع بزاف. الوقت كتربح الوقت وكتنقص من هذاك وكتنقص عليها المجهود وكتنوع في الوجبات. هادو هما جنيوحات خديتهم، حتى هما غادي ندير لهم التتبيله ديالهم خاصه. نديروا الملحه، نديروا الثومه غبره، الا ما كانتش عندكم ثومه غبره يمكن لكم ديروا ثومه عاديه. ندير القزبر يابس، الصوجه، موطارد، دوما الجنحين نديرهم هنا باش غادي نحتفظوا بهم في الثلاجة في المجمد. هادو دجاجات هي غادي ندير لها واحد التتبيله اخرى
غادي ناخذ الاعشاب اللي فيهم السلميه، الزعتر، الازير، ازير والمعدنوس يابس، وغادي نضيف سكينجبير، قزبر يابس، ملحة، خرقوم، كامون، وزيت الزيتون. بالنسبة لهذا الطبق هذا نسمته ولا تبلته بالأعشاب وبعض التوابل، يمكن لك تدخليه الفرن مع البطاطا وتقدميه. هذا هو الشكل النهائي. غادي ناخذ دجاجه اخرى حتى هي، غادي نديروا لها تسبيله خاصه، ديروا سكينجبير، خرقوم، وغادي تضيفوا لي بزار ديفوا، مهم ما عنديش القرفه مشيت نجيبها، غندير القرفه شويه. هذا الطبق هذا ديال الطاجين، يمكن لك تقدميه بالزبيب والبصله ولا بالمشمش واللوز، وهذا القزبر والمعدنوس. مهم حاولت نشارك معكم طرق متنوعه لتتبيل الدجاج ولذيذة في نفس الوقت وطريقة تخزينها. بالنسبة للطياب كل شيء غادي يكون صحي، غادي يطيب في الفران باش يبقى صحي 100%. ونتمنى يعجبكم هذا الاقتراح. هذا يعني درت جوج دجاجات ديال الطاجين، وهذه التتبيلة الأخيرة هي اللي فيها عطريه ديال الدجاج كتبع المكسر. بالنسبه للناس اللي عايشين في ايطاليا غنزيد عليهم السوجا، دانون طبيعي، زيت الزيتون، ملحه، وهذه هي التتبيله الاخيره. هذا ديال الطاجين درت جوج دجاجات، وهادو شرائح ديال الدجاج حتى هما غادي نديرهم في هاد البلاستيك هادي. هذا الهامبرغر بعد ما جمد حتى هو غادي نحتفظ به هنا. وهذا هو الشكل النهائي اللي كنحصلوا عليه بالنسبة لهذا الهامبرغر. هذا هو،
هذا الدجاج اللي تبلته بالتتبيلة، هذا الدجاج ديال الطاجين، هادو الجنحين، هادو القطبان تاهمايا، هادو الشرائح ديال اللحم. بالنسبة لهذا الدجاج هذا ديال الطاجين، وهادو اللي تبلتهم بالأعشاب، ممكن تقدميهم مع البطاطا، وهادو اللي ما تبلتهمش نعمر بهم البريوات ولا السيجار ولا اللي كان. مهم، هذا هو الشكل النهائي اللي كنحصلوا عليه. نتمنى الاقتراح ديالي يكون عجبكم ويكون فادكم ولو بالقليل. كنشكركم بزاف على حسن المتابعة ديالكم، وشكرا لكم. إلى الملتقى.